يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والعالميه، وزي كل يوم البدايه بعناوين الحلقه. مجلس الزمالك عهد جديد في حل الازمات. سر تواجد مصطفى فتحي في مران الزمالك حبيت الكريز. النسور والأفيال صراع النجمة الإفريقية 34. وأخيرا بهاء مجدي في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو توقعاتك لنهائي أمم إفريقيا اليوم بين كوت ديفوار ونيجيريا. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. برغم توقف الدوري طبعا للارتباطات الإفريقية لمنتخبنا والتوقف الدولي وبطولة أمم إفريقيا، ولكن أحداث رياضية كتيرة جدا. عايز حضرتك تعلي التلفزيون وتركز معايا عشان النهاردة عندنا أكتر من ملف هنتكلم فيه مع بعض. طيب، أول حاجة كرة القدم المصرية، وهو الشغل الشاغل اللي بيشغل الشارع الرياضي حاليا، حال منتخبنا الوطني. أكيد مع نهائي أمم إفريقيا مفيش حد فينا مبسوط. النهاردة نيجيريا هتواجه كوت ديفوار، وكل لما نسمع عن خبر أو عن مواجهة أو عن مباراة أو عن أي حاجة فيما يخص بطولة أمم إفريقيا طبيعي أوتوماتيك بتتضايق. حقك يا فندم، كلنا كنا مستنيين أقل تقدير منتخبنا في نهائي البطولة، ولكن للأسف منتخبنا بيخرج من دور الـ16 في بطولة أنا بعتقد إن هي الأسهل لمنتخب مصر. بطولة هي الأسهل لمنتخب مصر، ولو جبت واحد مصري متربي جوه شوارع مصر المحروسة وشارب من نهر النيل، ها؟ عشان يختار لك القرعة والطريق بتاعك في أمم أفريقيا مش هيبقى موفق بالمنظر ده. لدرجة إن إحنا هنا عملنا سيناريوهات وتخيلنا حاجات، وحضرتك وانا والناس كلها وقعدنا نفكر ازاي منتخبنا عنده الطريق سهل بالمنظر ده. مش عاوز اقول ان بطولة امم افريقيا او خروجنا من البطولة صفحة واتقفلت، لا لا، احنا مش كل حاجة هنقول صفحة واتقفلت، في دروس لازم نتعلمها، لازم نقف ونشوف ايه الغلطات بتاعتنا. وزي ما وعدناكم على مدار البطولة دعمنا المنتخب ودعمنا رجالة المنتخب ودعمنا اتحاد الكورة، ولكن دلوقتي بدورنا لازم نقول احنا محتاجين نتعلم من دروسه من اخفاق منتخبنا. هي مش صفحة واتقفلت وشكرا يا فندم وسلام عليكم وعليكم السلام، لا، ده منتخب مصر، لازم مشاركة منتخبنا اللي جاية تكون مختلفة، ومش هتيجي بالصدفة ولا هتيجي بالحظ، لا، هتيجي ببلان وبخطه معطيات. قلنا لحضرتك في الاول ما ينفعش تبقى انت حاطط انبوت او معطيات غلط وتستنى ان انت تنجح، لا، كره القدم هي علم ومكافحه وروح وتعب وشقى وحاجات كتيره جدا، النجاح ده تفاصيل. فلازم روح منتخبنا ترجع مره تانيه، والاهم من روح المنتخب هي هيبه منتخب مصر، وباذن الله هترجع، وده دورنا كإعلام وكجمهور وكعناصر المنظومة ان احنا ان شاء الله كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعض. ومن النقطة دي حابب اقول حقيقة تاريخية، مصر وصلت للمجد في عهد المدرب الوطني. مصر وصلت لكاس العالم وفازت بأمم افريقيا 98 مع الراحل الكبير كابتننا كابتن محمود الجوهري اللي ما بيختلفش عليه اتنين. وعلى فكره كابتن محمود الجوهري مش بس جمهور النادي الاهلي بيحبه، لا، جمهور الزمالك كمان بيحبه وبيعشقه لان هو كان راجل محترم. مصر فازت بثلاثه امم افريقيا مع المعلم، مع عم افريقيا
سيد اسياد افريقيا الكابتن حسن شحاته. وكمان كابتن حسن شحاته مش بس الزملكاوي بيحبه، لا ده جمهور الاهلي كله بيعشق الكابتن حسن شحاته، وده المدرب الوطني يا جماعه، وهو ده اللي احنا بنراهن عليه وبنحلم بيه مع الكابتن حسام حسن، اللي عندي ثقه كبيره جدا في وجوده هيعني عوده الروح مره تانية. الناس دلوقتي بتتكلم ازاي كابتن حسام حسن هيتعامل مع صلاح، وازاي صلاح هيتعامل مع الكابتن حسام حسن، وبدأنا نهري وبدأنا ان احنا نفتعل مشاكل وازمات من لا شيء. بص يا فندم، حضرتك لما بتسمع اسم منتخب مصر كله بيقف تعظيم سلام بغض النظر عن اسماء. انا بالعكس، انا شايف ان كابتن حسام حسن وجوده في منتخب مصر على رأس القيادة الفنية ممكن يدي الحتة الناقصة عند محمد صلاح، او الحتة اللي مفتقدها صلاح، عشان يرجع تاني صلاح يقود منتخب مصر بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها، او بالطريقة اللي احنا مستنيينها. كل حاجة بتتحدد بناء على رؤيتك، فخليك ايجابي. وجود كابتن حسام حسن انا في توقعاتي ان هو ان شاء الله هيكون ليه دور كبير ومؤثر في مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر. انا عاوز بس اسال سؤال، ده هنا فيما يخص صلاح واحنا بنتكلم عن صلاح. طيب الناس اللي كانت بتهاجم صلاح راحت فين بسبب ان هو اتصاب مع المنتخب، وان هو هرب لليفربول وهرب من المنتخب؟ طب النهارده نهائي يوم افريقيا وصلاح لسه ما رجعش. على فكره صلاح لسه بيواصل برنامجه التاهيلي، وليفربول بالمناسبه كان لا اخفيكم سرا كان بيلعب بيرنلي، وصلاح بره السكور اصلا. معناه ايه؟ معناه ان الاشخاص اللي كانت بتهاجم صلاح دي، الناس اللي معاها كاميرات، اي حد كان معاه كاميرا كان بيطلع ينتقد صلاح، اي حد كان معاه كاميرا كان بيطلع يتكلم على منتخب مصر. ولكن بفضل المولى عز وجل احنا طول ما منتخب مصر كانت رجله في كوت ديفوار كنا داعمين ومساندين، ولما المنتخب رجع جبنا هنا كباتنا وجبنا المحللين وعرضنا لحضرتك ايه سر الاخفاق وازاي نعالجه. ولكن هنا فيما يخص جزئيه صلاح بلاش نخش في اعراض وذمم الناس. صلاح هو انجح لاعب محترف مصري على الاطلاق، قولا واحدا عشان نقفل الحته دي، وواضح ان ده مزعل ناس كتير قوي. انجح يا صلاح واشتغل وكمل، ومنتخب مصر مستنيك، وكلنا ثقه ان انت ان شاء الله باذن الله دورك في ظل القياده الفنيه الكابتن حسام حسن هيكون عامل السحر. طيب من منتخبنا اللي عندي ثقه كبيره ان شاء الله ان هو هيرجع في ظل القياده الفنيه الكابتن حسام حسن لمكانته الطبيعيه، ونروح لنادينا نادي الزمالك العظيم، وهنتكلم عن الملف الاول وهو يخص الاداره. في خلال ساعات قليله جدا قدرت تتوصل لحل، وقدرت ان هي تتواصل مع الكابتن حازم امام وتحل ازمه مستحقاته المتاخره. هنا مقصود هنا برضه عشان الناس بتفرق تقول لك حازم امام الكبير وحازم امام الصغير. كابتن حازم امام الكبير اللي هو كابتن حازم امام طبعا ابن كابتننا كابتن حماده امام وعضو مجلس اداره الاتحاد، وحازم امام الصغير لاعب الزمالك اللي هو كان لسه معتزل حديثا. ايه اللي حصل يا فندم؟ كابتن حازم امام كان ليه مستحقات. مجلس الاداره رفع سماعه التليفون، مش عايز اذكر اسامي، ولكن انا هنا بتكلم على البورد او المجلس بشكل عام. في الحقيقه يعني عاملين اللي عليهم وزياده. الناس مش بس بتنجح وبتحل في ازمات، لا يا فندم، الناس علت سقف الطموح قوي. الناس جت قلنا عايزين نحل وعايزين نفك القيد وعندنا قصص كتيره جدا عايزين نحلها، ولكن مجلس الاداره في ظل الظروف الصعبه هو بينجح. مش بس ان هو يحل في ازمات ويسدد في مديونيات، لا ده بيستقطب نجوم ولاعيبه كبار جدا وبيحل في مشاكل قديمه. قدرت او قدر مجلس الاداره ان هو يتواصل مع حازم امام علشان يقدر ان هو ياخد مستحقاته، ومش بس كده، لا يعني الموضوع هنا حضرتك بتتكلم ان المجلس مش همه اوضه اللبس بس، ولا همه اللعيبه اللي موجوده بس، لا ده قلبه وهمه على مصلحه النادي وسمعه النادي وشكل النادي والامور التعاقديه اللي نادي الزمالك طول عمره ملتزم بيها دايما بيوفيها. دي رساله مهمه جدا، وده اللي حصل في او منذ طبعا تولي المجلس مع ملف القيد والمديونيه الفلوس اللي كانت على النادي. الاداره رتبت الاولويات، حلت ازمه القيد، وبعدها بفضل المولى عز وجل
الإدارة قدرت إن هي تمسك أو تحل ملفات أو ملف الصفقات، وفي الطريق يجي لك كده مشكلة يقوم حللها، تظهر حاجة يقوم مخلصها. كل الشكر لمجلس الإدارة المحترم برئاسة كابتننا الكابتن الكبير كابتن حسين لبيب، شكرا جدا على كل حاجة بتعملوها. وكل ما بقابل عضو مجلس إدارة لنادي الزمالك في الحقيقة بنقل له ردود أفعال الجمهور اللي مش بس مبسوط، لا ده متفائل وعنده ثقة كبيرة جدا في إدارته الحكيمة في الحقيقة منذ تولي المسؤولية، وهم واخدين العلامة الكاملة، هدوء، ثقة، ثقافة، ثبات، إيمج، حاجة في الحقيقة في منتهى الشياكة والروعة. والناس شغالة بخطة وبنظام وقلبه على نادي الزمالك. أكيد هننجح بإذن الله في ظل وجود مجلس الإدارة المحترم، وده أكيد اللي واصل لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي بالمناسبة عايش حالة كبيرة جدا من التفاؤل. سببها أولا دور مجلس الإدارة ودور اللعيبة الرجالة اللي موجودة والانسجام اللي كلنا شفناه ولسه بنشوفه كل يوم في صور تدريبات نادي الزمالك، بقت خلاص مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لنا. قد إيه عبد الله السعيد عايش حالة من السعادة مع شيكابالا، قد إيه دخل بسرعة في أجواء نادي الزمالك، بيوريك قد إيه عبد الله عقلية محترفة. ودور الأباتشي شيكابالا وهو بيتكلم عن عبد الله، يقول لك مين ما يبقاش في فرقته عبد الله السعيد وما يبقاش مبسوط. اللعيبة كلها ملتفة حوالين الصفقات الجديدة مش عبد الله بس. وهنا برضو دور الكابتن شيكابالا ودور الكباتن بتوع الفرقة يدخلوا الناس دي جوه الترس أو جوه السيستم بتاع نادي الزمالك. حالة من التفاهم والتفاؤل مخلينا منتظرين ماتش الزمالك اللي جاي بشكل مش طبيعي، كلنا متحمسين جدا، كل الجماهير منتظرة تشوف الثنائية بتاعة عبد الله وشيكا، وده طبعا بخلاف الصفقات التانية الكبيرة جدا واللي هي في الحقيقة كلها لعيبة كبار ولعيبة دولية ولعيبة بروميسنج ولعيبة ان شاء الله مستنيين منهم الكتير قوي. بعد مجهود كبير من المجلس في ملف الصفقات، وبعد مجهود اكبر من جمهور الزمالك في الصبر على الازمات، ومع كل ده تلاقيه واقف بيشجع من قلبه، علشان كده هو يستحق الفرحة. نبدأ أخبارنا كالعادة مع نادينا الزمالك، ونبدأ أخبار فريقنا النهاردة من عند البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني للفريق، اللي عنده جلسة النهاردة مع اللعيبة، وكانت جلسة مطولة قبيل التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. جوميز خلالها شرح العديد من المواقف الفنية عشان خاطر يقدر ان هو يطبق فكره أو هويته كمدرب مع اللعيبة، اتكلم عن بعض الأدوار الخاصة والجمل الفنية اللي هيتم تنفيذها في التدريبات بإذن الله. طبعا فريقنا بيسعى وبيستعد بشكل كبير جدا لاقتناص الثلاث نقاط في مواجهة الإسماعيلي اللي هي مقرر ليها 19 فبراير الجاري. ونروح لأحمد حمدي لاعب الفريق اللي واصل برنامجه التأهيلي على هامش المران النهاردة. هي حاجة بسيطة جدا تعرض ليها، كانت نقول حاجة في العضلة الضمة في المباراة الودية اللي أقيمت منذ ساعات قليلة أو نقدر نقول يومين كده، ده تحت إشراف طبعا عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بعد الشد اللي حصل له في العضلة الضمة خلال المباراة الودية اللي كانت أمام فريق الشباب بالنادي. ونختم أخبارنا من عند حباية كريز مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، اللي حرص على تحية لاعبي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية بعد ما صادف طبعا وجود التدريبات الجماعية لفريق الزمالك مع بيراميدز في الملاعب الفرعية في استاد الدفاع الجوي. لعيب خلوق محترم محبوب طبعا من زمايله، كانت لفتة رائعة، بنقول له شكرا يا مصطفى. وبكده خلصت أخبارنا النهاردة، نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيفنا الكابتن بهاء مجدي، لاعب محبوب جدا من جمهور الزمالك، لاعب محبوب جدا من لاعبي نادي الزمالك، وعلى علاقة طيبة بالجمهور وباللاعبين، عشان كده هيشرفنا وينورنا بهاء مجدي بعد هذا الفاصل. بقى الترحيب بحضراتكم مرة ثانية، مشرفني ومنورني واحد من اللعيبة المحترمة، واحد من اللعيبة اللي على علاقة قوية جدا بجمهور الزمالك
وبلاعبي نادي الزمالك، رغم ان هو ترك النادي منذ سنوات. بهاء مجدي مشرفنا ومنورنا كابتن بهاء، بنقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك، شكرا على الكلمتين الحلوين دول. لا ده حقك والله، يعني عايز اقول لك اللعيبه كلها، يعني مش عايز ابالغ، بس لعيبه كتير جدا اتواصلت معايا لما عرفت ان انت ضيف النهارده معانا. كلهم حبايبي واخواتي طبعا. اتكلمنا عن الاصابه. والله الحمد لله دلوقتي في مرحله التاهيل، بقى لي شهر دلوقتي عامل العمليه. مرحله التاهيل وعلاج طبيعي بتاخد فتره، يعني بتدخل في حوالي 5 6 شهور كده يعني. أصعب إصابة بتيجي أو بتعدي على لاعب كرة قدم؟ أكيد طبعاً، يعني ما أتمنهاش لأي حد بصراحة. هي حاجة صعبة جداً في إن هي بتاخد وقت كبير، فبتبعد أي لعيب عن الملعب فترة جامدة، ودي أصعب حاجة ممكن تحصل لأي لعيب، يعني هو يبعد فترة كبيرة عن الملعب. عايز أتكلم معاك عن دور كابتن أمير معاك، وأنا عارف إن أنت يعني كابتن أمير عزمي مجاهد من الشخصيات الجميلة. ده أخويا، ده مش مدرب، بعتبروش مدرب يعني، ده اخويا الكبير يعني. كابتن امير وقف معايا في موضوع الاصابه والعمليه يعني لغايه دلوقتي يعني، فبشكره جدا يعني، وبتمنى لهم ان شاء الله ان هم يكسبوا. عندنا ماتش بكره باذن الله مهم جدا. طيب عايز اتكلم معاك بقى على علاقتك الممتده، يمكن في لعيبه حتى ما لعبتش معاك في الملعب موجوده دلوقتي في سكواد نادي الزمالك وبتسال عليك وبتطمن عليك وعلى علاقه قويه جدا، وفي اماكن كده كل ما اروح الاقيك قاعد انت ويوسف اوباما، لما طبعا ما يبقاش في معسكر يكون في تدريبات. اكيد، لا هو اوباما معايا من زمان، ساعه كنت في الزمالك يعني، هو من اقرب الناس ليا، هو وطارق وكان ساسي ومحمود علاء والونش، يعني في مجموعه كده كنا قريبين من بعض قوي، ولغايه دلوقتي على تواصل يعني. بس يوسف ليه حته زياده شويه. طبعا. اكيد علاقتك بيوسف، انا شايف ان انتوا حتى بتتجمعوا مش بس على مستوى الشخصي، ولكن حتى كمان على المستوى العائلي، العائلات متداخله، علاقه كبيره جدا بتجمعكم. هو يعني زي اخويا بالظبط، فحتى بنستشير بعض في امور كتير بره الكوره وبره الملعب، فقريبين من بعض جدا، وفي اي وقت هو فاضي انا فاضي بنكلم بعض، ننزل الصبح بالليل زي ما بتشوفنا كده. بتقعدوا بقى تتكلموا على ماتشات الزمالك مثلا، لو اوباما جاب جون او اوباما عمل اسيست او كده، بتقعد بقى تتكلم معاه؟ بنقعد نتكلم لو هو في ماتش او حاجه، فبيقعد يتكلم معايا في اللي حصل في الماتش واللي بعد الماتش وردود افعال الناس، و اللي هو انا بيبقى مبسوط يعني، هو نفسه بيبقى مبسوط، هو بيتكلم عن النجاح اللي فيه الفريق، وبعد كده النجاح اللي هو فيه لما يبقى هو فايق وواقف على رجله وماشي كويس. بتعرف تفوقه انت؟ طبعا معايا المفتاح بتاعه. بس يعني من اهم مكاسب كره القدم ان انت تطلع بصاحب او اتنين جدعان، صح؟ طبعا ده اهم حاجه يعني، في اي شغل، اي مكان شغل لازم يكون ليك واحد او اتنين. بس الكره بالذات. الكره بالذات طبعا، لان الكره انت عارف مشاكلها كتير يعني. مين من اللعيبه تانية اللي انت على علاقه قويه بيهم، او مين من اللعيبه اللي انت طلعت بيهم كده من كارير كره القدم؟ طارق حامد برضو من اقرب الناس ليا، كان معايا الاجازه اللي فاتت لما نزل، ومحمود علاء والونش برضو قريبين مني جدا. دول بالنسبه لنادي الزمالك، لكن في غير نادي الزمالك طبعا في لعيبه كتير. كريم بامبو كان معايا في الاسماعيلي برضو، كريم اخويا كان معايا على طول يعني. طارق كان زعلان شويه من عدم انضمامه او قرار يعني طبعا اعتزاله ده بسبب استبعاده من المنتخب، فتقول لنا كده كان الاجواء معاه عامله ازاي؟ هو طارق من نوع اللي هو ما بيتكلمش في الحاجات دي، لكن بيبان عليه، بس هو كان باين عليه ان هو كان طبعا حاجه مضايقاه جدا انه يحصل مع موقف زي كده، خصوصا ان طارق قدم كتير للمنتخب يعني، وكل الناس عارفه كده، فكان الطريقه ما كانتش احسن حاجه. اتكلم معاك فنيا، منتخب مصر كان في احتياج شديد جدا جدا لرقم 6 دستروير جداً، بقيمه وقوه طارق حامد، لعيب فعلا بيلعب بوكس تو بوكس بقوه، بروح، باداء عالي جدا، وكنا محتاجينه في البطوله فعلا. وده اللي زعله، ده اللي زعله ان انت محتاجه، ومفيش سبب يخليك تستبعده يعني، مفيش حاجه. خصوصا ان اللعيبه لروي فيتوريا كان مستبعدها، رجع منها لعيبه تانية يعني، المفروض المسطره تبقى واحده، احتاج منهم ناس. طب ما كان طارق جاهز يعني، اوريدي طارق كان جاهز، مش هياخد منك وقت ان انت تجيب لعيب وفي مثلا احتياج فني ليه بالظبط. فهي كانت علامه استفهام، بس طارق طبعا تخطى الموضوع خلاص يعني، مركز مع النادي بتاعه دلوقتي. ممكن يتراجع عن قرار اعتزاله الدولي في ظل وجود كابتن حسام حسن؟ والله دي يعني ممكن، انا يعني بحكم علاقتي بيه انا اقول ممكن طارق قادر انه يدي، طالما قادر انه يدي وهيساعد المنتخب اكيد مش هيتاخر. انت عارف يا كابتن بهاء اللي زعلنا ايه؟ مش بس استبعاد كابتن طارق حامد، ولكن التصريحات اللي كان بيقولها روي فيتوريا، قال لك انا عايز انزل بمعدل الاعمار. طب انت ازاي عايز تنزل بمعدل الاعمار
وعايز تجيب لعيبه شباب، وانت السكواد بتاعك اللي انت طالع بيه بطوله امم افريقيا ما عندكش ولا لاعب ولا منتخب اولمبي ولا منتخب شباب. ازيدك يعني مش شعر بيت، منتخب مصر اعلى معدل اعمار في البطوله. لا هو كان تصريحه هو بيهرب بيه بس من الموقف، لكن مش تصريح حقيقي يعني على ارض الواقع. لا ما كانش موجود الكلام ده. كنا في احتياج في الحقيقه اللعيب بقيمه كنت طارق محتاجه. حامد، طيب عايز اعرف بقى او اتكلم معاك على فترتك مع مستر جراس وتحقيق بطولات مع نادي الزمالك زي الكونفدراليه وزي البطوله اللي هي السعوديه المصريه السعوديه. صحيح. لا دي كانت من احسن فترات حياتي، لان في نادي بحجم نادي الزمالك وباخد بطولات معاه، كان في تعطش بالنسبه للجماهير للبطولات. كنا شايفين حلم بيتحقق، بتاخد كونفدراليه طبعا بطوله غاليه جدا جدا. وانت ساهمت فيها يعني، انت كنت لعبت الماتش بتاع بيترو اتلتيكو دوت، ده الماتش اللي خلانا نلعب النهائي هنا. ده كان الماتش ده نكون او لا نكون يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا، كان جون حميد احداد كسبناهم هناك 1-0. ده بقى البطوله دي اصلا كانت من بدايتها يعني كان فيها حاجات غريبه، ان احنا كنا اخر فرقه في المجموعه وكنا خلاص يعني بنفقد الامل، بس الامل اتجدد وطلعنا تاني تصدرنا المجموعه وصعدنا، فادانا حافز ان احنا ناخد البطوله. يعني من كنا خلاص بنودع البطوله وقلنا يعني ممكن يكونش في نصيب والدنيا بعيده وكده، لان احنا بقينا يعني في حافز انه ناخد البطوله. طبعا كان في لعيبه رجاله وجهاز فني محترم ذاكر كويس الفرق اللي كنا بنلعبها في افريقيا، مع ان ده كان موضوع صعب بالنسبه لهم، بس قدرنا بصراحه ان احنا نصنع بطوله غاليه قوي يا كابتن بهاء في الحقيقه، واسعدتنا كلنا جدا 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 يعني. وحبيبك بقى يوسف كان ليه دور كبير كان في كان طبعا البطولة. من احسن فترات يوسف كانت البطوله دي، كان يوسف تحس ان هو متخصص كونفدراليه. وكان ساسي برضو معانا وطارق، كانوا لا كانوا عاملين فرق جامد جدا بصراحه، كانت اللعبه كلها فايقه يعتبر. عايز اتكلم معاك على هذا الجيل او على هذه الفتره وانت كنت متواجد او كنت ضمن العناصر اللي كان بيعتمد عليها جروس، وجروس من المدربين اللي هو ال11 اللي هيلعبوا هم دول اللي هيلعبوا. هي دي كانت مشكله فيه. لكن كان هنروح لها بس الاول ما ترقصنيش، نروح الاول للاولانيه واجي لك في الثانيه. ماشي. هو اللي انت عايز تتكلم فيها الاول ايه؟ طيب الجزئيه الاولانيه هي اعتماد جروس على ال11 لاعب، وبرده دي كانت ميزه وعيب بالنسبه لك انا عارف. اوكي. هي كانت ميزه انه اللعيبه بتبقى واقفه على رجلها كويس اللي هم بيلعبوا. اوكي. وهو بيبقى عاوز يحافظ على التشكيل عشان ما يدخلش حد يعني جاي من بعيد مش متماشي مع اللي موجودين، فاللي هو خلاص في 11 حافظين السيستم بتاع اللعب فخلاص خليهم شغالين. لكن كانت بتقابلنا مشكله لما يتصاب حد، ان انت بتجيب حد من بعيد خالص انا عارف ان انا مش هلعب، حتى لو اللي في مكاني ده مستواه نزل شويه لا هو بيصبر عليه مره واثنين وثلاثه، فده كان بيخليني انا كلعيب بالبلدي كده خلاص انا عارف ان انا مش هلعب الا اذا حصل اصابه. طب كابتن بهاء، عايز اسال كابتن بهاء بقى كلاعب كره قدم وكان موجود في هذه الفتره مع جروس، بعيدا بقى عن ان انت دلوقتي يعني خلاص الموضوع انتهى وانت مش في نادي الزمالك والكلام ده كله، ولكن في الفتره دي وانت كنت لاعب مهم بالنسبه لجروس في فتره من الفترات، لما كان جروس او لما نادي الزمالك تعاقد مع عبد الشافي وتعاقد مع لعيبه في نفس مركزك، هل انت كنت شايف او حاسس ان انت خلاص الموضوع كان فتوح بيخلص كان أو فتوح عشان رجع انت عارف ان هو بيعتمد على كان فتوح بس؟ رجع اوريدي، وكان كابتن عبد الشافي رجع، وكان عبد الله جروس وظفه في المكان ده فكان ماشي كويس الفتره دي، فبالتالي كنا ثلاثه او اربعه. فانا اتكلمت مع مستر امير مرتضى قلت له انا شايف ان انا يعني هيبقى موضوع المشاركه صعب شويه بالنسبه لي، فكان جالي عرض من النادي المصري كابتن ايهاب جلال كان تواصل معايا، وكانوا بيلعبوا كونفدراليه وفرقه كويسه جدا، فاستاذنت منه ان انا اروح يبقى ليا دور هناك حتى لو هشارك لو ينفع اعاره. فقال لي انت طلبت ان انت تطلع اعاره، وانا على ما اتذكر ان نادي الزمالك ما كانش فيه اعارات. لا هم كانوا قفلوا، كان موضوع الاعارات اتحدد في الوقت ده. صحيح. كان المفروض الاعارات كانت كتير، كان نادي الزمالك مطلع اعارات كتير اتحدد بقى خمسه، فهو قال لي خلاص ماشي واتفقنا على كده. بعد كده بعدها بيوم اتقفل موضوع الكتاب، اتفقت مع المصري اتقفل موضوع الاعارات بقى خمسه. قال لي احنا عندنا كابتن ايهاب جلال اللي كان ماسك المصري ساعتها، كان كابتن ايهاب جلال قال لي احنا عندنا 20 لعيب اعاره وعندنا مشكله ان احنا دلوقتي بقى الاعارات خمسه بس، فمحتاجين نخلي خمسه من ال 20. قلت له خلاص لو ينفع بيع خلاص. فالناس قدموا عرض، الزمالك وافق، دفعوا الفلوس ورحت النادي المصري. طب اللعيبه بينكم وبين بعض بتحسوا ان حاله التنافس
بتكون شبه منعدمه او ما بتكونش بنفس القوه لو جروس كان بيعتمد على فكره الروتيشن او التدوير، او مش هنقول التدوير ولكن حته ان هو مصمم على ال 11. هي كانت بتعمل مشكله بين اللعيبه، صحيح، وكانت بتعمل مشكله في ان انت في التمرين ما فيش تنافس. يعني لما يكون في تنافس ان الاحسن في التمرين هو اللي هيلعب، بيبقى التمرين شكل مختلف عن انه صحيح. انه ال 11 هم. فطبعا هو نجح يعني كسيستم، هو نجح بيه، لكن واجهتنا مشكله في الاخر لما الراجل ده مشي وجه كابتن خالد جلال، فاضطر ان هو يدخل ناس ثانيه، فجايه من بعيد قوي بقى. يعني انت كان اوريدي الناس جاهزه وناس بعيده، 11 رجلهم في الملعب و11 بيلعبوا على فترات، 11 بعيد، فده عمل معانا مشكله. اه بالظبط، فده عمل معانا مشكله في الاخر يعني. طيب بتشوف ايه ابرز ذكرياتك مع جراس او مع السكواد اللي كان موجود اللي حققت معاهم الكونفدراليه وحققت معاهم السوبر السعودي؟ السوبر المصري السعودي يعني. هو كان يعني ابرزها هي البطوله بتاعت السوبر السعودي في السعوديه، ماتش الهلال ده كان ماتش صعب جدا جدا علينا. كانت طبعا فرحه مختلفه، كانت اول بطوله يعتبر، بعد كده الفوز بالكونفدراليه، ودي كانت الافضل يعني، لان دي كانت هنا في مصر وكان ليها طعم مختلف. كنت مع مين على طول في اوضه يعني الاوضه؟ اوباما. مين؟ اوباما. اوباما على طول مع بعض. طب الطقوس بتاعته كانت عامله ازاي؟ كل واحد بيبقى عنده طقوس. قول ما تتكسفش، سرك في مين؟ الطقوس هو كان يعني كنا بنيجي دايما قبل قبل ما ننام، يعني كان على العشاء المفروض انت العشاء فيه ميعاد معين، فاحنا ما بيعجبناش الاكل بتاع فكنا بنحاول ان احنا دليفري. دليفري بيتزا كده بتاع، بحيث انه يعني بس حاجه خفيفه عشان بس الاكل مش عاجبنا. طب الكلام ده كان بيتهرب ازاي؟ لا ده كان لنا بقى طرق ثانيه يعني. احنا كنا اوريدي في كان تلعب 4-2-2 4-2-3-1 يعني، لازم تحط خطه. كان في اوتيل احنا بننزل فيه دايما، فطبعا احنا مجندين حد من الاوتيل. احنا بره الموضوع يعني. بس تمام ماشي. طيب في حاجه تاني حابب؟ لا كان بس الموضوع ده. كان في حاجات تانيه بقى كانت في اوضه اللبس يعني، كانوا اللعيبه كانوا بيشتغلوا بعض في موضوع الاعمال وبتاع والكلام ده. بس كانت كلها حاجات هزار يعني مش اكتر. جمهور الزمالك بيمثل لك ايه؟ جمهور الزمالك بالنسبه لي يعني هم بصراحة عرفوني يعني ايه جمهور بجد حقيقي بيحب الفريق وممكن يعمل عشانه اي حاجة. انا كنت اول مرة، انا طبعا في الاسماعيلي نفس الكلام، بيحبوا الفريق جدا وجمهور محترم جدا، لكن في الزمالك احنا لما كنا بنسافر بره بنروح البلاد في افريقيا وبنلاقي الجماهير جاية ورانا ومسافرين معانا على الطيارة ومعانا في الاوتيل، اللي هو ناس جاية تشجع بس. انا كانت بالنسبة لي حاجة جزء من عيلتك يعني. بالظبط يعني اللي هو لا الجماهير معاك في كل حاجة في كل التفاصيل، فطبعا كانت بالنسبة لي حاجة جديدة واحترمتهم يعني اكتر من الاول. علاقتك بجمهور الزمالك انا عارف ان هي علاقة جيدة جدا، فعاملة ازاي دلوقتي او ازاي بتتعامل مع جمهور الزمالك لما بيقابلك في حياتك؟ لا الحمد لله في الشارع اي حد بيقابلني يعني بشوف في قبول. انا عارف بس انا عايزك توضح. الحمد لله. لا يعني بقابل ناس بتبقى فاكره الفتره دي ومبسوطه جدا بالبطوله اللي احنا خدناها الكونفدراليه والسوبر السعودي، معلم مع ناس كتير لان انا لعبت الماتش ده كله. فلا الناس بتقابلني بتتكلم معايا في الفتره دي يعني ان هم مبسوطين، وكانت فتره كويسه جدا، هم بيتمنوا ان هي ترجع تاني بالنسبه لمنافسات افريقيا، يعني ان هم ينافسوا على افريقيا تاني والكلام ده. ده اللي بنتكلم فيه، لكن طبعا انا بتبسط لما بقابل حد كده. كابتن بهاء في الحقيقه بطل. يعني لما بنستضيف لاعب سابق في نادي الزمالك دايما يقول لي احلى فترات حياتي اللي قضيتها داخل جدران نادي الزمالك. الجمله دي انا بسمعها من كل الناس. هو انا بالنسبه لي دي حقيقه، لانه انا خدت بطولات مع نادي الزمالك، كانت اول مره في حياتي اخد بطوله، فدي بتبقى اسعد لحظه في حياه اي واحد انه بيحقق حلم او انه بياخد بطوله. كان نفسي ده يحصل معايا في الاسماعيلي يعني، نادي الاسماعيلي بس ينقصه الحته دي انه ياخد بطوله او انه ينافس على البطولات يعني. برضو انا بشوف ان الاسماعيلي والزمالك شبه بعض جدا. وضعه حرج دلوقتي نادي الاسماعيلي، بنتمنى له في الحقيقه ان هو يفوق من الكبوه. بالظبط. لا المفروض انه يبقى في مكانه احسن من دي بكتير. بتفق معاك مليون في المية.
بتشوف ازاي التعاقدات اللي عملها مجلس الاداره كمان في ظل ان انت كنت داخل على تشالنج او على تحدي ان انت عندك فك قيد وعندك التزامات وعندك في فلوس مشاكل كتير صحيح لا انت بتنجح في وسط كل هذه الظروف الصعبه صح. هو بصراحه يعني هو عكس التوقعات، الناس كانت بتقول ان المجلس هيعاني وان هم هيلاقوا صعوبه في توفير فلوس للنادي او توفير صفقات. كان طبعا الناس بتتكلم في وقف قيد وغرامات، فانت هتحل ده ازاي وهتعمل صفقات ازاي، دي مشكله صحيح. لكن الناس فاجئونا بصراحه بالصفقات وبنوع الصفقات كمان، ان هم صفقات محترمه ولاعيبه هتفيد الفرقه، وان انت طبعا بتدي امل لجمهور الزمالك تاني انه النادي يبقى فيه استقرار، يعني ده اللي كل الجماهير بتتمناه. صحيح. وكمان برضه يا كابتن بقى عايزين نتكلم في نوع الصفقات، يعني انت عملت صفقات فعلا نادي الزمالك في احتياج شديد ليها، عملت صفقات باسامي كبيره كان الجمهور بينادي عليها. اكيد. انا بس كان انا عندي تحفظ في حاجه، انك كنت محتاج تدعم في الدفاع شويه، انت اهتميت شويه بنص الملعب وبالهجوم، بس في الدفاع كنت محتاج ممكن تجيب حد، خصوصا في ظل اصابه الونش. شايف ده مع اصابه الونش قصدك؟ مع اصابه الونش كنت محتاج حد تاني، لكن اللي موجودين طبعا كويسين جدا، بس انت داخل بتشارك حوالي 4 بطولات، فمحتاج ان انت يبقى عندك وفره في المكان. تعرف يا كابتن بهاء، يعني يمكن انت تطرقت لجزئيه فنيه طبعا وهي جزئيه هامه، ولكن برضو لما تيجي تبص ان انت الترانسفير ويندو او سوق الانتقالات الشتويه قد ايه الفرق بتكون محافظه جدا على السكواد بتاعها، صعب جدا ان فرقه تفرط في لاعب عندها في هذا التوقيت، ولكن قدرنا يعني الحمد لله ان احنا نتعاقد مع صفقات جيده جدا وعلى اعلى مستوى. ولكن عايز اتكلم معاك بقى على ثنائيه عبد الله وكابتن شيكابالا. اكيد احنا كلنا مستنيين يعني، بس احنا متاكدين جداً. متاكدين ان احنا هنشوف حاجه محترمه. صحيح. يعني 2 لعيبه كبار، 2 لعيبه خبرات، فيعني المتوقع واللي ان شاء الله يحصل هنشوف حاجه مختلفه في نادي الزمالك الماتشات اللي جايه. عجبني قوي شيكابالا في تصريح لي منذ ايام قليله جدا مع زميلنا ابراهيم فايق، لما سئل عن صفقه عبد الله قال له مين ما يبقاش مبسوط لو عنده في فرقته لعيب بقيمه وحجم عبد الله السعيد. طبعا هو عبد الله قيمه كبيره هنا هنا معلش يا كابتن بهاء، يعني عذرا على المقاطعه، ولكن قيمه كابتن شيكابالا وهو من الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك ان هو يتكلم بالمنظر ده وروح طيبه. اكيد اكيد. كل بص عبد الله سعيد لو هتختلف معاه مش هتختلف فنيا خالص، لو انت عندك مشكله معاه تبقى مشكله بره الملعب خالص، لكن جوه الملعب ما فيش حد يختلف عليه، لعيب كبير جدا ولعيب اضافه طبعا للفريق، خبرته بتفرق. يعني انا كنت بتفرج على بيراميدز كان بتفرج عبد الله هو محور اللعب. صحيح. فاكيد طبعا في لعيبه كبيره في الزمالك وفي لعيبه بتصنع الفارق، لما يبقى معاهم زياده عبد الله السعيد لا هيبقى في حاجه مختلفه طبعا ان شاء الله. الفترات اللي فاتت كل جمهور الزمالك مشغل في العربيات في الاغنيه بتاعت عبد الله يا عبد الله. لا هم الجماهير انتظرت الصفقه دي بقى لها كتير يعني، وهي صفقه جماهيريه اكتر من ان هي تكون حاجه كاداره او بتاع، لا هو الجماهير عايزه عبد الله لان هم عايزين يستمتعوا بالكوره وبلمسته، عايزين يشوفوا ده بتيشيرت الزمالك. فانا عارف ان عبد الله ان شاء الله انا هيبقى عند حسن ظنهم وهيقدم حاجه كويسه يعني. دايما الكاميرا بتروح ورا النجم، فلما يبقى عندك نجوم بقيمه وحجم شيكابالا وعبد الله السعيد في فرقه واحده تلاقي دايما السبوت عليهم. اكيد طبعا. في كل عندك المرات. نجوم كتير. انت صحيح عندنا نجوم كتير جدا، ولكن انا بتكلم على 2 لعيبه القادم او الوافد الجديد عبد الله السعيد. عبد الله جاي على كابتن تاريخي نادي الزمالك. صحيح بالظبط. لا ده طبعا في ظل وجود عندنا يعني اسامي الحمد لله بقى القايمه عندنا، القماشه كان عندنا مشكله فيها، ولكن دلوقتي عندنا وفره كبيره جدا من اللاعبين. بقى عندك احنا لو قلنا مش هنخلص يعني. ده الراجل نفسه انا عرفت انه عمل 3 ماتشات تقريبا في يوم واحد عشان يعرف يشوف اللعيبه من كتر اللعيبه اللي موجوده. صحيح. يعني انت عندك عدد كبير جدا. وانا اللي اعرفه ان الاجانب ما بيحبوش يمرنوا عدد كبير من اللعيبه، يعني هو المدرب الاجنبي 25 لعيب عشان اعرف اركز معاهم ومرنهم صح، لان كل ما العدد كان كبير هو مش هيعرف يتعامل في التمرين مع العدد ده كله، يعني هياخد فتره طويله في التمرين، وما بيحبوش كده يعني، بيحب التمرين يبقى ساعه مثلا ماكسيموم وخلاص. شايف ازاي بقى الاستقبال
لكل بقى الصفقات، مش عبد الله بس من نجوم الفريق، طبعا كابتن شيكابالا وعمر جابر وزيزو والكباتن كلها بتاعت فريق نادي الزمالك، قدرت ان هي تستوعب اللعيبه وقدرت ان هي تقدمها للجمهور بشكل رائع في الحقيقه. لا هي حاجه محترمه بصراحه، حاجه يعني كلاعيبه وكاداره في تحس في لينك بينهم وفي اتفاق على ان هم يطلعوا بالمظهر ده للجماهير، وباين ان في حب وان في يعني في احترام بين الاداره واللعيبه، واتفاق على انه احنا يعني ماشيين في طريق تاني، يعني ماشيين في طريق مختلف، طريق كويس، كله عايز ينجح، فده بيبان بقى من اللعيبه مع بعضها، باين ان اللعيبه بتحب بعضها، وده بيبقى مهم جدا وبينعكس على اللعيبه في الملعب، يعني بيبقى في اوضه اللبس دايما بيقول لك بتبقى هي الاهم من ان انت في الملعب شكلك عامل ازاي، فانت في اوضه اللبس لو الدنيا كويسه واللعيبه بتحب بعض في الملعب هتلاقي الدنيا كويسه وفي مكاسب على المستوى الفني اكيد طبعا. طيب بينعكس عليه حديثا بالمستويات الفنيه او برؤيتك بقى الفنيه لهذه الصفقات ومدى تاثيرها على نادي الزمالك في ارض الملعب من الناحيه الفنيه؟ انا شايف ان هم يعني صفقات مهمه جدا ولاعيبه كويسه، احنا مش لسه هنكتشفهم، هو في كام اثنين او ثلاثه لعيبه صغيرين لكن برضو بيلعبوا في انديتهم وكويسين جدا، والباقيين معروفين يعني عبد الله سعيد، ناصر ماهر، لعيبه كوره وكورتهم محبوبه بالنسبه للجماهير، فدول معروف ان هم هيصنعوا الفارق مع الفريق. حديثا بالنواحي الفنيه، ويمكن انت كنت بتقول نادي الزمالك في احتياج لمدافع، يمكن انا بقول لك من الذاكره كده اما كنا بنتكلم فانا ما كنتش متذكر قوي عدد الصفقات، ولكن عندنا حمد ياسر حمد مدافع فلسطين سيرد باك هايل جدا، احنا عندنا 10 صفقات وكان منهم ياسر حمد، فلازم برضو نوضح كان ياسر حمد مدافع كويس جدا على فكره، لعيب كبير قوي فلسطيني، هو تقريبا فلسطيني هو انت ياسر حمد دلوقتي موجود، ومحمود علاء وعندنا عبد الغني ماشي، حسام عبد المجيد طبعا بنتمنى له ان هو يقدر ان هو يرجع بعد الاصابه اللي كان بيمر بيها، لا ان شاء الله عندنا وفره الحمد لله من عندك حوالي، بس هو اصابه الونش ممكن تكون لخبطت شويه الحسابات يعني، وانت لسه انت داخل على 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 بطولات ثانيه، فالمركز ده حساس يعني، مركز المدافع ده حساس. شفت ازاي التعاقد مع ناصر ماهر؟ ناصر ماهر يعني انا شايف ان كورته حلوه، يعني جماهير الزمالك بتحب لعيب الكوره صحيح، فشايف ان هو يعني لا حريف وكورته شبه كوره الزمالك، اللي هو الحاجات الممتعه اللي انت تحب تتفرج عليها برضو، يعني قريب من عبد الله كده، اللي هي لعيبه الكوره الكويسه الناس بتحب تشوفها في الملعب، فشايفه لا هيفيد النادي طبعا والفريق. شفت ازاي التعاقد مع جوزيه جوميز؟ والله بص هو يعني انا ما اعرفش عنه حاجه، لكن هم اللي انا عرفت انه شخصيته كويسه او شخصيته قويه، وده بيبقى اكتر حاجه اللاعب المصري محتاجها، ان انت تجيب له مدرب شخصيته قويه، لان انت عارف المينتاليتي عندنا بتبقى شويه صعبه، فلما بيبقى في مدرب اجنبي وشخصيته قويه لا بيعرف يتعامل مع اللعيبه واللعيبه المصريه بالذات يعني، لان انت موضوع ان انت في مدربين بيبقوا شايفين ان انا ده لاعب محترف وبراحته وانا مش هقرص عليه والكلام ده، لا ده ما بينفعش معانا كلاعيبه مصريه، فانا شايف انه الحته دي، لكن فنيا اتمنى ان هو يصنع الفرق مع الزمالك ونشوف كره كويسه ان شاء الله. رايك في مؤتمر او نقدر نقول الصوره المشرفه اللي شفناها مؤتمر التقديم؟ لا كانت حاجه محترمه جدا، حاجه محترمه جدا، وحاجه بنتمنى نشوفها في نادي الزمالك على طول، تبقى يعني تستمر على كده، يبقى ده الطبيعي صحيح، الايمج بتاعت نادي الزمالك بالظبط بالظبط، يعني حاجه تليق باسم النادي وحجم النادي طبعا. طيب بحديث او بالحديث عن المؤتمر الصحفي، لفت انتباهي دايما كلام او تصريحات الكابتن حسين لبيب وحته انكار الذات، حتى لما كان بيسال عن ملف معين او عن صفقه معينه بيتكلم بالجماعيه يعني غير الجماعيه، كمان كان يقول لك احنا زي الكوماندوز احنا بنشتغل كتيم. وفي مره من المرات عمري ما هنسى التصريح ده، كابتن حسين لبيب قال لك يا فندم انا مش مصرح لي ان انا اتكلم في الجزئيه دي، تمام. وهو رئيس نادي الزمالك. لا هو بص هو كويس ان يبقى في انكار ذات، دي حاجه كويسه، ودي بتبين ان فعلا النادي مش شخص معين بس اللي شغاله بيتعب، لا كل الناس بتتعب وكل الناس شغاله،
وده باين يعني، دي حاجة باينة واحنا كلنا شايفينها. طبعا هو راجل محترم جدا انه يقول تصريح زي ده، وهو بيحب النادي فعلا وده باين في شغله، فأتمنى له التوفيق والاستمرارية في انه يفضل الوضع كده داخل نادي الزمالك بالاستقرار ده. حتة الجماعية وحتة الأدوار والتكليفات اللي بنشوفها، كل عضو منوط بملف معين بجزئية معينة، مفيش فكرة الوان مان شو خالص. دي حاجة كويسة، وده الطبيعي عشان أي منظومة تنجح لازم كل واحد يكون عارف حدوده إيه وبيشتغل فيها، محدش يعدي حدوده. فدي بتبقى يعني أول خطوات النجاح، إن أنت تبقى عارف أنت بتعمل إيه وتعمله ما تتعدهوش. دي حاجة كويسة، وموضوع ان فعلا في انكار ذات وفي شغل، في شغل احنا شايفينه. يمكن انا قدمت المؤتمر هنا وبعد كده طرت على طول على الفعاليات، لان انا فعلا بشوف ان ده تاريخ جديد بيكتب لنادي الزمالك، حاجة فانا حاجة محترمة. كنت بتشرف ان انا موجود، لازم تبقى موجود وسط هؤلاء الاسماء ووسط هؤلاء القامات الكبيرة جدا. دي. لقطة من اللقطات كابتن حسين لبيب بينادي على شيكابالا ويطلعه على المسرح وبيقول هو ده الأساس. أكيد. فدي رسالة مهمة جدا بيبعث بيها رئيس نادي الزمالك طبعا لكابتن نادي الزمالك، وجود برضو كابتن الأحمد الأحمر. فكل هذه العوامل أعتقد هي عوامل نجاح. صح، ما دي اللي أنا بقول لك عليها، زي ما قلت لك أوضة اللبس كده، نفس الكلام الإدارة. أنت الإدارة طالما في ترابط بينها وبين اللعيبة وفي حب وفي احترام، خلاص اللعيب بيبقى كل ده بيهيأ له جو كويس في الملعب، فبينعكس عليه في الملعب، بتلاقي فيه اختلاف. تلاقي انما اللعيب لو في مشكله بينه وبين الاداره ما بتاثر عليه في اوضه اللبس، بتاثر عليه في الملعب. هي دي اللقطه. فطبعا ال الحب اللي موجود ده صحيح. حاجه احنا ان شاء الله هنشوفها في الملعب، يعني هنشوفها هتبان وهتجيب لنا نجاح كبير يعني ان شاء الله. وجود كابتن احمد الاحمر، وجود كابتن شيكابالا، وكان المفترض وجود برضو رضا هيك ورضا هيكل، كل هذه الاشياء وكل كل فرقه او كل لعبه الكابتن بتاعها موجود. في الحقيقه هتكلم معاك في ملف المدير الفني لمنتخبنا كابتن حسام حسن، وواحد من الناس اللي عندها روح عاليه، واحد من المدربين اللي في الحقيقه كان مطلب جماهيري في الشارع الرياضي المصري، وملف محمد صلاح. ولكن استاذنك اطلع لفاصل، فاصل ثم نواصل حديثنا مع الكابتن بهاء مجدي. بجد ترحيب بحضراتكم من جديد. كابتن بهاء، منتخب مصر كل الناس بعد روي فيتوريا طلبت بوجود الكابتن حسام حسن، وبعض الناس اتكلمت عن وجود كابتن حسام وان ده ممكن يبقى فيه مثلا مشكلة بينه وبين صلاح، ولكن انا اختلف في هذه الجزئية. انا بشوف ان وجود كابتن حسام حسن هيدي الحتة الناقصة عند صلاح ان هو يرجع تاني عشان يكون موجود مع المنتخب على منصات التتويج ويحقق حلمه ببطولة افريقية، لان هذا الجيل فعلا يستحق بطولة. بس هو في الاول انا شايف ان اختيار كابتن حسام ده اختيار موفق وده وقته، واحنا معانا مدرب اجنبي وبقاله فترة ما شفناش اي تغيير، ما شفناش حاجة جديدة حتى في الفنيات. ما فيش يعني، احنا اتفرجنا على منتخب مصر البطولة اللي فاتت، لا مش عاجبنا خلاص. بالعكس هوية. انت ممكن مفيش حاميه، انت مش عارف منتخب مصر بيلعب بدفاع ولا بيلعب هجوم. انت لو فنياتك غايبه ساعات بيبقى عندك في روح او في حاميه بتبان بتعوض الكلام ده، ودي شفناها في الاخر شويه بدات تبان، بس دي من اللعيبه. لما تبقى دي بقى من اللعيبه ومن الجهاز الفني، لا هتفرق. كان منتخب مصر متعودين مش فنيات، كان هم 3 4 لعيبه كوره والباقيين رجاله عندهم حاميه. يعني كان شفنا منتخب كابتن حسن شحاته كان عامل ازاي، وراجل مصري. كل النجاحات اللي حصلت لمنتخب مصر حصلت مع مدرب مصري، فليه ما نبنيش على ده؟ ليه ما يبقاش مدرب مصري اللي موجود؟ صحيح. خصوصا ان احنا ما شفناش انجازاتنا كلها مع مدربين وطنيين. بالظبط، ما شفناش انجاز من الاجانب. صحيح. فليه لا؟ حته بقى انه صلاح وكابتن حسن، لا انا بشوف ان ال السوشيال ميديا والجماهير بتبقى عايزه سسبنس شويه، مش يعني احنا اللي ترند بقى ويسخن المواضيع ويجيب ريتش ومفيش الكلام ده خالص. عادي اي لعيبه او اي لعيب ومدرب بيحصل بينهم خلافات بتخلص بعد نص ساعه، طبيعي جدا. كل اللعيبه والمدربين بيحصل بينهم خلافات ومشاكل، ما بتعديش اليوم او اليومين وبتخلص عادي. لكن انت بتتكلم في حد بحجم وعقليه محمد صلاح
حد بعقلية كابتن حسام حسن. لا أكيد طبعا موضوع زي ده أبسط مما الناس بتتخيله. بتفق معاك جدا، خصوصا إن ده كمان منتخب مصر، يعني حتى لو في أي خلاف على مستوى الشغل أو على مستوى الكورة، لما بنقول اسم منتخب مصر الموضوع بينتهي. دي حاجة لا هي خاصة بكابتن حسام حسن ولا خاصة بكابتن محمد صلاح، أنت ده لعيب وده مدرب، أيا إن كان أنت بتخدم منتخب مصر كمدرب أو كلعيب، فدي ملهاش اي علاقه بانه في مشاحنات او في كل الكلام ده يخلص بمكالمه تليفون كمان، لو اصلا في حاجه. من الحاجات اللي لفتت انتباهي تصريحات روي فيتوريا ما بين تاني او تالت مباراه في دور المجموعات، لما سئل عن سر التحول في الاداء. الشوط الاول ما كانش فيه روح، والشوط الثاني شفنا اللعيبه بتقاتل وحميه تيشيرت منتخب مصر. قال لك اللعيبه اتكلمت مع بعض. طب انت فين كمدير فني بالظبط ان انت تتكلم على دي سقطه؟ اه طبعا، هو ليه شويه تصريحات كانت يعني مش مفهومه شويه، مستفزه بالظبط. وكان في بعض التصريحات بيتكلم كمان مش كويس في حق اللعيبه، صحيح، بيقول دي القماشه اللي بيشيل اللعيبه بالظبط. ده مش كويس بالنسبه لمدرب، وكمان مدرب اجنبي المفروض عندك خبرات، ومدرب كبير مش صغير. طيب يعني أنا بعض أنا عذرا على المقاطعة، بس أنا معايا واحد على التليفون من أكتر اللعيبة اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي، ومن أكتر الناس اللي أنت بتحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وكاريرك في كرة القدم. قول ألو كده. ألو يا بوب. الأمير يا بوب، عامل إيه؟ جو عامل إيه؟ الحمد لله يا بوب. مبارك، صاحي من النوم ولا إيه؟ كنت مريح شويه. كابتن يوسف اوباما نجم نجوم نادي الزمالك، مشرفنا ومنورنا، ويعني في الحقيقه احنا سعداء بوجودك معانا. وحميد ولا اي حاجه، والله انا اكتر سعيد اكتر اللي انا معاكم وقناه النادي طبعا، ومع البوب من الشخصيات المحترمه جدا يعني الواحد قابلها في حياته، يعني بقول له من خلالكم بقول له الف سلام عليكم، ان شاء الله ترجع احسن من الاول ان شاء الله. كابتن يوسف، يمكن كنت بتكلم معاه بقول له من اهم الحاجات ان انت يكون عندك صاحب جدع، فلما يكون عندك صاحب جدع وصاحب مهاري ونجم زي يوسف اوباما فبالتاكيد بهاء محظوظ. حبيبي والله ابو حميد، ربنا يخليك يا رب وما تحرمش منك. لا بهاء يعني في مجال الكوره عامه لما تلاقي واحد زي بهاء وشخصيه واحترام وادب فبتمسك فيه بايدك واسنانك، يعني عشان الصاحب ده هو اللي بيبقى باقي يعني. برضو بشكره طبعا على الصداقه الجميله ديت، وهو اخ ليا يعني. بشكره طبعا بهاء من الشخصيات المحترمه واخلاقه العاليه جدا، وبقول له انت في يعني هو يعني انا مفروض في قناه الزمالك هو واحد مننا بهاء دلوقتي، ومن خلال القناه بقول له ربنا معاك وان شاء الله ترجع بالسلامه وانت قدها يعني، ترجع تكسر الدنيا تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تقول ايه الكابتن يوسف؟ ده هو صاحي من النوم عشانك النهارده. لا والله يا يوسف، انا بقول له ربنا معاه السنه دي، الفرقه طبعا وضعها اختلف وبقى فيه منافسه، بس انا عارف ان هو قدها، وعارف ان يوسف يعني كعقليه وكلاعب هو بيحافظ على نفسه جدا، وعارف ان هو هينجح في ظل اللعيبه اللي موجوده كلها، وهيبقى هو رقم واحد ان شاء الله في الفرقه، وهيفرق مع الفرقه السنه دي سواء في الدوري او في افريقيا يعني ان شاء الله. فيها عشوه دي يا كابتن يوسف؟ خلاص يا بوب، النهارده العشوه. لازم تكرم الراجل على مجمل اعماله. بشكرك شكرا جزيلا في الحقيقه يا كابتن يوسف، واستمتعت جدا، وبشكرك مره ثانيه على هذه المداخله. الشخصيات الجميلة جدا يوسف اوباما في الحقيقة، لعيب راجل ولعيب مجتهد وبيحب نادي الزمالك بجد، يعني مش الناس اللي هي بتميز ولا بتروح، لا جمهور الزمالك عارف ان هو بيحب النادي وبيحب هو بيقعد يحكي لي على حاجات اصلا بتحصل بتضايقه، بس ان هو ما ينفعش يتكلم يعني، عمره ما عمل مشكلة، عمره ما افتعل ازمة في الحقيقة دايما. مش محتاج هو، بص اللعيب الذكي لو عايز يوصل انه بيحب النادي يوصلها في الملعب، انما السوشيال ميديا دي سهله اي حد ممكن يعملها يعني. لكن كجماهير، الجماهير كمان واعيه وفاهمه كويس، ففي لعيبه بيبقى تركيزها كله في انه ازاي اوصل للناس ان انا بحب النادي على السوشيال ميديا، لا في الملعب، وصل في الملعب، ده اللي الناس هتفتكره وهتحبك وتحترمك بيه. يوسف من الناس دي، يوسف ما بيحبش السوشيال ميديا ولا ليه في الجو بتاعها. صحيح.
هو الراجل مركز في الملعب، مركز في شغله بالزبط. بيشتغل عشان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بالزبط. ودي في الحقيقه كابتن بهاء نوعيه اللعيبه اللي نادي الزمالك دايما بيكون محتاجها. اكيد هو انا نفسي انه يعني ان شاء الله في ظل وجود كابتن حسام حسن انه يروح المنتخب، يعني لان الحته دي هو انا بضم صوتي لصوتك في الحقيقه، هو يستحق فيها. يعني اتظلم فيها شويه لكن في فترات كتير جدا هو بيبقى يستحق انه يروح، لكن ما يعني ما اعرفش هيك بتبقى الدنيا. ويوسف كمان زي. بعيدا ان هو بيلعب بين الخطوط او بيلعب 10، يوسف مهاجم شرس، مهاجم هجام، بيلعب على الجون بشكل رائع جدا، فينيشر هايل. ساعات تتفرج بيوسف على اهداف هتلاقي اهداف كتير جدا ومؤثره. ولو حسبت تحركاته اصلا لا هتلاقي ان يوسف يعني كان يوسف وطارق حامد هم اكتر اتنين بيجروا في الملعب بين الخطوط بالظبط. صحيح اكتر اتنين حتى كانوا بيحسبوا الكيلومتر اللي جريه كل واحد، كانوا بينافسوا بعض في الموضوع ده، كانوا هم اكتر اتنين. فلا حتى صحيح. مجهوده في الملعب جبار يعني. صحيح. طيب عايزين نخلص الجزئيه بتاعت منتخب مصر عشان عايز اخدك لجزئيه ثانيه فيما يخص خطه نادي الزمالك او الهويه اللي هيكون موجود عليها نادي الزمالك مع جوزيه جوماز. تمام. كنا بنتكلم على حته منتخب مصر منتخب وكابتن مصر حسام حسن وعوده الروح لا هو انا شايف انه هيبقى ان شاء الله في نجاح للمنتخب. انت كفنيا عندك لعيبه كويسه جدا فنيا، بس ينقصهم الحته اللي هي بتاعه الروح. وانت بتقول ان الراجل الكروش نفسه قال لك ان الفرق بين الشوط الاول والثاني ان انت في حته روح شويه فيتوريا. اللعيبه فيتوريا ان اللعيبه جات لها من نفسها. انا في الحقيقه بعتب عليه فدي الجزئيه يا كابتن اكيد بقى. طب انت تخيل لو دي موجوده من اول الماتش او من اول البطوله صحيح. مع مدرب، فدي احنا ضامنين ان هي موجوده مع كابتن حسام حسن خلاص. فدي حاجه تطمنك انه دي جزئيه مهمه اللعيبه بتبقى محتاجاها، بلس ان انت الفنيات دي موجوده كده كده كلاعيبه، عندك لعيبه كبيره واسامي كبيره ولاعيبه فنيا كويسه جدا. فخلاص انت كده بتعمل الحاجه اللي هي اللي ناقصه، جبت كابتن حسام حسن حته الروح هيزرعها في اللعيبه، فنيات موجوده، هو الراجل برده عنده فنياته. ان شاء الله باذن الله نشوف منتخب مختلف. لكن في حته ثانيه كجماهير، انا هي شايف دي ان بقى. احنا الفتره الاخيره بقى. بقينا يعني اكننا صوتنا اتنبح يا كابتن والله، ان احنا نادي على اكننا منتخب مصر ده دوله ثانيه تاني يا جماعه. لا انتوا ما تحللوش، انت مشجع شجع اللعيبه، بتشوف التشجيع وبتشوف البوستات وبتشوف صحيح. الفيديوهات نعم. بتشوف ردود الفعل، هو اللعيب بيطلع من الملعب واللي بيكلم حضرتك دلوقتي هو لعيب كوره اكيد انت دلوقتي بتتفرج وبتتابع وبتتاثر. اللعيب بيطلع من الملعب بيشوف السوشيال ميديا ردود افعال الناس ايه صحيح خلاص. فهل هي حاجه عنده من الخبرات ان هو يعرف يفصل، وفي ان هو مش قادر يفصل بني ادم. ايا كان كلاعب انا بطلع انا عايز اعرف انا النهارده كنت كويس ولا لا، معلش انا مش عارف من المدير الفني او من الجهاز، انا بعرف من السوشيال ميديا انا كنت كويس ولا لا. ف يعني في حاجات انا ممكن اشوفها تحفزني صحيح. للماتش اللي جاي نعم، وفي حاجات ممكن اشوفها تهبطني تاثر عليا كلاعب. يعني احنا بنتحكم اصلا كجماهير في اللعيبه ومستوياتها، وطبعا في لعيبه خبرات بتعرف تفصل، لكن لو هتلاقي 2-3 لعيبه في المنتخب بيعرفوا يفصلوا او يعملوا الكلام ده، الباقيين مش هيعرفوا يعملوا الكلام ده. احنا شفنا كتير يعني امثله. فلا كجماهير لينا دور كبير جدا جدا في ان المنتخب يبقى كويس. كابتن بقى انت بتتكلم هنا على دور السوشيال ميديا ومدى تاثيرها على لعب كره القدم، ودي جزئيه مهمه جدا. اكيد طبعا احنا دلوقتي بقى تشجيع المنتخب عن طريق السوشيال ميديا، ما بقاش حد بيشجع انه يروح الاستاد او انه يروح ورا المنتخب او فدي بالتالي خلت انه اي حد بقى مش يشجع يحلل، انا شايف نفسي محلل. اي حد معاه كاميرا موبايل دلوقتي بيطلع خلاص يقطع، انا بطلع في اللعيبه ويتكلم واقول ده صلاح انت مين عشان تتكلم الا من رحم ربي يعني. بالظبط انت شغلتك ايه عشان تطلع تحلل اللي لعيبه دوليه او تلعب في منتخب مصر؟ معلش لا انت اطلع شجع، لو دي شغلتك اشتغلها، لو دي مش شغلتك خلاص انت بتشجع المنتخب. انا النهارده المنتخب كويس او المنتخب وحش، بس انا بس عايز اضيف جزئيه لكلامك يا كابتن بهاء، وهي ان انت حتى لو انت عايز تقيم او عايز تحلل، احنا في مصر بنحب الكوره وبنعشق الكوره وبلد ال 100 مليون محلل، ولكن انا عتابي بس على الجمهور بيكون ان حته التحليل دي تكون بعد البطوله بالزبط. مش في نص البطوله بالظبط. استنى احكم صحيح. في الاخر لا ده احنا بنحكم بين الشوطين يعني الشوط الاول بنحلل والشوط الثاني
بنحلل تحليل تاني، فما بنستناش ان البطولة تخلص، ما بنستناش الماتش نفسه، ما بنستناش انه يخلص. انا بتفق معاك جدا، خصوصا كمان ان احنا شايفين الدولة كلها ورا المنتخب، سيادة الرئيس بنفسه راح يساند المنتخب، كل عوامل النجاح اتوفرت، فبالتالي بس احنا بينقصنا مدير فني بقيمة كابتن حسام حسن ودعم الجمهور. بالظبط، دي طبيعي، ولو متوفرة هتلاقي المنتخب طبعا شكله اختلف. بتفق معاك جدا. طيب عايز بروح معاك لحته المدافع اللي انت تطرقت ليها، ومدى غياب الونش بقى وتاثيره على دفاعات نادي الزمالك، واعتقد ان لعيب زي حمد هيكون له دور كبير في دفاعات نادي الزمالك. اكيد انا اتمنى ان حمد يعوض غياب الونش طبعا لمصلحه الفريق. والونش انا قابلته من يومين، كان في الجيم معاه، كان جاي يعمل تقويات، عرفت ان هو هيسافر النهارده. طبعا هو نفسيا متاثر جدا، هيروح على ليفربول اعتقد، صح؟ مسافر. لا هو تقريبا كان بيقول مسافر المانيا. المانيا هيعمل الجراحه في المانيا وهيتابع. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا الجزئيه دي بس عايزين نحسمها. هو لحد دلوقتي الونش نفسه مش 100% عنده اصابه رباط صليبي. لا دي مفاجاه. ثواني بقى، ما انا هقول لحضرتك على حاجه. بص، الرباط الصليبي لما بتعمله في خلال اول تقريبا 6 شهور، لما بتعمل اشاعه ما بيبانش في الاشاعه. اوريدي هم لما عملوا اشاعات ما بانش، او مش قادرين يدوا قرار عشان كده، فلازم يتعمل منظار يشوف انه قطع جزئي ولا قطع كلي. فهو مسافر هيعمل منظار، اذا قطع جزئي ان شاء الله هتبقى حاجه بسيطه، اذا لا قدر الله قطع كلي هيعمل عمليه. طيب اذا عشان بس نحط عنوان كده، اصابه الونش ممكن ما تكونش رباط صليبي. ممكن رباط صليبي، ممكن. هو الونش نفسه شايف انه يعني الحمد لله كويس. هو يعني هو معايا كان ده خبر صار جدا لجمهور الزمالك. يعني الموضوع مش 100% يعني صليبي، ممكن بيحتمل ان هو واقف على رجله الحمد لله، ومش حاسس ان في حاجه جامده. لكن حتى الدكاتره اللي هو راح لهم هنا ما حدش اداله خبر يقين انه قطع في الرباط الصليبي. يعني ممكن اصابه الونش وسفره لالمانيا ممكن ما تكونش رباط صليبي، ممكن تكون حاجه نسمع خبر قطع جزئي في سعيد لجمهور الزمالك. ممكن. الحقيقه انا بشكرك على هذا الخبر. يعني لا دي حاجه نتمناها ان شاء الله، لان هو نفسه يعني نفسيا الدنيا معاه مش احسن حاجه بسبب الاصابه الاخيره دي. لكن اللي انا واثق منه انه كشخص او كلاعب، لا عنده يقين بربنا ومتقبل، وهو لسه صغير ويقدر ان شاء الله ان هو يتخطى الموضوع ايا كان حجمه ايه، ويرجع تاني اقوى من الاول بكتير. يعني اذا سفر الونش لالمانيا ممكن ان هو ما يكونش رباط صليبي. يعني كابتن بهاء مجدي دلوقتي بيقول خبر مهم قوي، وركز معايا كده يا جمهور الزمالك، ان في احتماليه ان اصابه الونش ما تكونش رباط صليبي. ده هيتم او هنتاكد منه بناء على ايه؟ بناء على الاشاعه او المنظار اللي هيعمله الونش في المانيا، هو اللي هيحسم الموضوع. هل اصابه الونش هتكون صليبي ولا لا؟ ده بعد عودته من المانيا، صح كده؟ بالظبط. طيب فيما يخص الونش واصابه الونش، انت يمكن تلقيت الخبر ازاي؟ لا انا اتضايقت جدا، لان هو الخبر جالي يعتبر بعد الاصابه على طول، لان الكابتن علاء رجب اللي هو كان بيأهل الونش في الصليبي، انا هو اللي انا بشتغل معاه دلوقتي تأهيل. فكان بيقول لي ان الونش تقريبا اصابته، فكنت فاكر اللي هي بتاعت الامارات. هو دكتور محمد اسامه قال ان هو قطع جزئي. هو في ناس قالت قطع جزئي، لكن مش اكيد هو قطع جزئي. ليه؟ لانه التيست اللي اتعمل بالايد كويس، يعني ما يقولش انه رباط صليبي، لكن مش اكيد. بس اللي بياكد الاشاعه يعني اذا المنظار اللي احنا بنتكلم فيه جمهور الزمالك دلوقتي، ان هو ممكن ما يكونش قطع اصلا. ممكن ما يكونش قطع كلي، ممكن قطع جزئي، فقطع جزئي بيبقى محتاج ما ده اللي قاله دكتور محمد اسامه، حاجه بسيطه زي ترميم. ممكن ما يكونش قطع اصلا، ممكن ما يكونش قطع كلي، ممكن يكون حاجه بسيطه في الرباط الصليبي، هي اللي عملت رشح بس في الركبه، ما تحتاجش عمليه، ممكن تحتاج تقويات شهر او حاجه بس. اذا الاصابه ممكن ان هي ما تحتملش تدخل جراحي، ويكون الموضوع كله فيزيوثيرابي او علاج بالزبط. طبيعي وتاهيل، ويرجع تاني للملاعب في غضون اسابيع قليله ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله. طيب انت لما اتكلمت مع الونش شفته معنوياته، وشفت معنوياته؟ طبعا هو طبيعي اي حد في الموقف ده هتبقى معنوياته زيرو، لكن هو شايف ان هو كويس. يعني هو بيقول يعني الحمد لله، هو شايف ان هو كويس.
طبعا موضوع السفر ده ضروري مهم عشان يتاكد. صحيح. لكن معنوياته لا، يعني انا هو محتاج طبعا دعم ومحتاج مسانده، بحيث انه الموضوع صعب على اي حد، مش هو بس، اي لاعب كوره بتدخل في اصابه في الثانيه في الثالثه ورا بعض كده، طبعا يعني الله يكون في عونه. بس هو زي ما قلت لحضرتك من شويه، هو قدها، وايا كان حجم الاصابه هو ان شاء الله هيرجع ويرجع احسن من الاول. طيب خلينا بس نصحح كده المعلومه وناكد على جمهور نادي الزمالك اللي بيتابعنا دلوقتي، اصابه الونش زي ما شخصها طبيب نادي الزمالك هي قطع جزئي في الرباط الصليبي، صح كده؟ طيب ايه بقى اللي هيحسم القصه، او ايه اللي هيحسم الجدل ده، وهنعرف هل اصابه الونش هتحتاج تدخل جراحي ولا لا؟ المنظار اللي هيعمله في المانيا. اذا الونش مسافر المانيا يعمل منظار، لو ان شاء الله باذن الله المنظار ثبت او اثبت سلامه الونش بنسبه كبيره جدا، هيبقى محتاج تمارين وحاجات تاهيليه، مش هيحتاج لتدخل جراحي، صح كده؟ ان شاء الله تبقى كده يعني. طيب انا بتمنى كده، وكل جمهور الزمالك اكيد بيتمنى كده، ان شاء الله تبقى كده. طيب فيما يخص بقى نادي الزمالك والولايه بتاعه كابتن معتمد جمال، في الحقيقه عايزين نقف عندها، وعايزين نشكر كابتن معتمد على الاحترافيه والحب والانتماء وزي ما انت عايز تقول قول. بس انا كنت اتمنى انه يعني يكمل، يبقى ما هو انت يعني بتتكلم على الاتفاق من الاول ان كابتن معتمد موجود كمدير فني مؤقت لغايه ما نتعاقد مع مدير فني اجنبي، ده الاتفاق ما بين المجلس وما بين كابتن معتمد. لكن اعتقد ان هم عرضوا عليه ان يبقى موجود في الجهاز. صحيح. اتعرض عليه طبعا ان هو يكون موجود مع جوزيه جوميز، ولكن كان قرار كابتن معتمد ان هو ما يكملش. انا كنت اتمنى انه يكمل. اتمنى انه يكمل، لان هو كان حصل كيمياء بينه وبين اللعيبه، ودي حاجه كويسه، واجاد التعامل النفسي في الحقيقه مع كل اللعيبه، دي مهمه جدا. صحيح. لما يبقى في لعيب مصري بيعرف يتعامل مع اللعيبه في الجهاز الاجنبي، بيبقى حلقه وصل بين اللعيبه والجهاز، تبقى الدنيا يعني زي احنا في فتره مستر جروس كان كابتن امير عزمي معانا معظم الفتره، فكان هو حلقه الوصل بيننا وبين جروس، فكان هو حتى كابتن امير بيعرف يتعامل مع اللعيبه وسنه قريب مننا، فكان ما فيش جاب بين الجهاز الفني واللعيبه. فدي انا بتمنى تبقى موجوده في دلوقتي، كابتن عبد الواحد موجود برضه، اتمنى ان هو يقوم بالدور ده عشان لاي ظروف، لان انت معرض انك لا قدر الله ما يوفقش مع النادي او بعد فتره يمشي، فبالتالي ما تحتاجش انت تجيب حد من بعيد مش ملم بالفرقه، فياخد وقت على ما يتاقلم مع الفرقه. عجبني قوي يا كابتن بهاء طريقه التعامل من مجلس الاداره مع اللعيبه الراحلين ومع المدير الفني اللي تم التوجيه الشكر ليه، حتى عبد المنصف وهو ماشي قال لك انا كان نفسي اشتغل مع مجلس الاداره ده. بالظبط. ففي الحقيقه طريقه التعامل باحترام وبمهنيه وايمج طليق بنادي الزمالك. اكيد هو ده اللي جمهور الزمالك بيتمناه، انت اسم نادي الزمالك اسم كبير، وده يبقى المفروض الطبيعي بتاع النادي يعني. صحيح. انت اي حد بيجي بيقضي معاك فتره طبيعي ان انت تكرمه وهو ماشي يعني، راجل بيخدم النادي. صحيح. فحاجه كويسه منك كاداره برضو ان انت بتقدره بتكسبه، لان انت الناس. صحيح. دي مش موضوع انه خلاص مش انا، لا ممكن تحتاج الناس دي تاني. وانا متاكد ان نادي الزمالك او حتى المجلس اللي موجود دلوقتي، لو دايما ان هو حته ان هو سايب الباب مفتوح، لو حابب ان هو يستقطب أكيد. العناصر دي هيكونوا مرحبين جدا. اكيد طبعا هم يكونوا موجودين في بيته مره ثانيه في نجاح. طبعا انت خلاص انت يعني ما فيش عندك خلل في اي وقت، انت عارف هتجيب مين ومين وهيجي وهو مبسوط. في بلان بالظبط، انت مطمن. اطلع على سؤال الحلقه وارجع لك ثاني. سؤال الحلقه يا شباب، توقعاتك لنهائي أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، ودايما لما بنقول أمم إفريقيا كلنا قلبنا بيوجعنا. البداية من عند مريم شكري بتقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد، دايما متألق ومنور قناة الزمالك. مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مباراة قوية وخارج جميع التوقعات، ولكن أتوقع فوز نيجيريا على كوت ديفوار 2-0 والتتويج باللقب الافريقي، وتحياتي ليك ولكل فريق العمل. بشكرك يا مريم شكرا جزيلا. اللي بعده السيد جمال، مساء الخير عليك يا استاذ احمد، دايما منور قناه الزمالك. اعتقد مباراه كوت ديفوار ونيجيريا مباراه قويه جدا، واتوقع فوز المنتخب الايفواري 3-2 على المنتخب النيجيري، وتحياتي ليك ولكل فريق العمل. اللي بعده بشكرك يا استاذ سيد. لمياء حسن، مساء الخير عليك يا احمد، دايما منور قناه الزمالك. مباراه كوت ديفوار ونيجيريا مباراه قويه وخارج جميع التوقعات، ولكن انا اتوقع فوز كوت ديفوار على نيجيريا بركلات الترجيح،
ولكن أتمنى أن تتوج نيجيريا باللقب الإفريقي. وتحياتي ليك يا أحمد ولكل فريق العمل. بشكرك يا أستاذة لمياء، شكرا جزيلا. اللي بعده خالد أحمد، مساء الخير، مساء الخير والسعادة على حضرتك يا أستاذ أحمد ومنور قناة نادي الزمالك. أتوقع فوز نيجيريا 2-0 على كوت ديفوار وتتوجها بكأس الأمم الإفريقية، وتحياتي لحضرتك يا أستاذ أحمد ولفريق العمل. كابتن بهاء، توقعاتك إيه بقى أنت؟ هو بصراحة ممكن تبور عشان صحبة الأرض. ممكن أقول لك تفصيلة صغيرة؟ قول لي. بشوف كده في علامات من ربنا سبحانه وتعالى، لما الدنيا بتفتح، لما بتكون مظلمه وتفتح بتبقى بعيد خالص، ربنا بيبارك للاخر. لو بتبقى بعيد خالص وترجع، صح كده، بترجع في دفعه في حافز. عشان كده اعتقد ان هم يطلعوا تالت او احسن توالت، ويكونوا منتظرين نتيجه بره خلاص تالت. خالص خرجوا يوصلوا للنهائي. اعتقد ان هي ما هي دي ممكن تكون، وبالارض بقى وجماهير. فاعتقد كوت ديفوار. هسيبك مع الكاميرا نص دقيقه تقول ايه لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك يعني في الأول أنا بشكرهم على الفترة اللي أنا كنت فيها ولغاية دلوقتي، الحب والاحترام اللي بشوفه منهم، وبطمنهم إنه لو أنتوا عانيتوا فترة بسبب نادي الزمالك، فلأ نادي الزمالك وجمهوره ولاعيبته وإدارته قادرين إن هم يعوضوك عن الفترة دي. أنا ما شفتش جمهور استحمل وصبر زي جمهور نادي الزمالك. زي ما انتوا خلي امالكم كبير في اللعيبه وفي الـ في الـ في الـ في الاداره وفي الفريق، لان كلاعيبه بياخدوا من الجماهير الحافز وبياخدوا المعنويات من، فبينعكس عليهم في الملعب. فخليكم في ظهر الفريق والاداره، لان انتوا رقم واحد في الـ في الـ في المنظومه كلها. اتمنى لكم ان شاء الله ان اللي جاي كله يكون نجاح وبطولات للفريق وليكم عشان تفرحوا، لان انتوا تستاهلوا كده. بحييك، بشكرك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك، الشرف ليا طبعا. هنهي كلامي بكلام كابتن بهاء مجدي، انتم رقم واحد. السلام عليكم.